نبتدي اليوم. اليوم يكون صار لنا الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد 5 من الخبراء الأجانب لمشروع مسام في مأرب. هذه المناسبة ترحم على جميع شهداء مسام الذي قدموا حياتهم مقابل إنقاذ المدنيين في الجمهورية اليمنية. مشروع مسام الآن دخل في سنته الرابعة، ولكن مع تطور الأحداث الأخيرة تغير عمل مشروع مسام. في الفترة الماضية وبسبب الأحداث المتسارعة إن كانت في الساحل الغربي أو في شبوة وفي حريب وفي أطراف مأرب، تغيرت سياسة مشروع مسام. نحن عملنا إعادة انتشار لجميع الفرق المتواجدة في الأراضي اليمنية،